نبي الهدى أسوة المهتدي، خير المعلم والمرشد، به وبأخلاقه أقتدي، به وبأخلاقه أقتدي. لمرضات ربي وغرس يدي، لكي يصل الناس قلبي الندي، ليومي ومستقبلي وغدي، يومي ومستقبلي وغدي، به أقتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من لقاءات برنامجكم به أقتدي. الإنسان في جميع أحواله قد يتعرض إلى البلاء، وقد تتعرض الأمة أيضا بمجموعها إلى البلاء، تنزل النازلة ويحدث الخطب، وهنا يبحث الناس عن المرشد وعن الدليل وعن المعين. نبينا صلى الله عليه وسلم كان ولا زال وسيظل قدوة لهذه الأمة في جميع أحوالها. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النوازل التي حدثت في عهده، وإلى ماذا أرشد عليه الصلاة والسلام؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة وما سنتناوله بإذن الله تعالى في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم به أقتدي. يسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيفنا الشيخ حسن بن علي البار، المحاضر في كلية التقنية بالدمام. فأهلا وسهلا بك شيخ حسن. يا مرحبا، اهلا وسهلا، حياكم الله شيخ ماجد. الله يحييكم. وحيا الله الاخوان المشاهدين والاخوات المشاهدات. الله يحييكم شيخ حسن. الابتلاء سنة ربانية. نعم. يعني نريد ان نستهل حقيقة هذه الحلقة ببعض الاشارات حول هذا الباب النازلة، واذا حدثت كيف نتعامل معها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والآيات كثيرة في هذا الشأن. هذه الدنيا لا تصفو لأحد، نعيمها مكدر، حلوها يشوبه المرارة. كم من أكلة كما يعني ذكر بعض أهل العلم ضيعت أكلات، كم من نعمة أعقبها حسرات، وهكذا سبحان الله لا يطمئن إليها الإنسان. والله ضرب لنا المثل في القرآن على ذلك، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما تأكل الأنعام مما تأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها تمكنون قادرون عليها في ذلك الوقت، لا إله إلا الله، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تكن بالأمس في غناء، كأن لم تغنى بالأمس، لا إله إلا الله. لعل في هذا ذكرى وتفكر. الحادثة إذا نزلت ذهبت العقول، ومن سمات البلاء في نزوله أنه يأتي مفاجئا في كثير من المرات، يأتي عنيفا في بعض المرات، قد ينزل بالشخص وقد ينزل بالأفراد الكثيرين وقد ينزل بالأمة. وإذا طاشت الأحلام احتاجت إلى الرجل العاقل، الرجل رابط الجأش، مستقر النفس، الذي يستطيع أن يقود هذه الحشود ويدبر يعني شيئا من أمرها، لأنه تغيب المسؤوليات ويغيب النظام ولا تبقى الأطر كما هي، فحينئذ لا بد من التصرف العاجل. جميل. والسريع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت جزاك الله خير يعني على الغاية التامة فيما مر، لأن مجتمعه ليس استثناء، وقع عليهم من البلاء. كان صلى الله عليه وسلم في القمة
ما يجعل لنا يعني فيه الأسوة أن حقيقة نتمثل هذه الخصال، لا قدر الله إذا وقع الواحد منا في شيء من ذلك أن يحسن التصرف. جميل جدا، وهذا ما نريد أن ندلف إليه. المدلهمات يعني إذا وقعت تحتاج إلى من يتعامل معها بحكمة وروية وهدوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الحكماء عليه الصلاة والسلام، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النوازل حال وقوعها؟ هذا موضوع الحقيقة واسع، ويعني أثناء الإعداد للموضوع ظهر لي أنه أكبر مما كنت أقدر، لكن دعنا نحاول نلملم بعض أطرافه بهذه الطريقة. سأذكر نصا، أحد النصوص، والنصوص كثيرة متعددة، وأخذ منه خمسة فوائد ثم يعني ننتقل إلى بعض النقاط الأخرى. روى الشيخان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، هم أصلا مبادرين رضي الله عنهم وأرضاهم، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سبق الناس إلى الصوت، وهو يقول استقبلهم يعني وجهه إليهم راجع، نعم، وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، لا إله، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه سيف، فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. وفي رواية أخرى: فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا ثم خرج يركض وحده، فركب الناس يركضون خلفه، فقال لم تراعوا إنه لبحر، فما سبق بعد ذلك اليوم. ممكن نستخلص من هذا جملة فوائد، أنا أذكر منها خمسة. أولا سرعة المبادرة والاستجابة، يعني حتى أن المبادرين جاءوا بعده بمدة قد رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يعني تحققه من الأمر، فالتحقق بكشف الخطر بمعرفة حقيقة الأمر بتطمين الناس، هذا كان الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما يقولون يعني المعروف لا يتم إلا بتعجيله، يعني هكذا كان. العجلة لا تنفع في أمور كثيرة، لكن في بعض الأمور لا بد من الحسم بسرعة الاستجابة. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم حرص على تطمينهم، في الأولى قلنا المبادرة، وفي الثانية بث روح الطمأنينة والثقة بالله تبارك وتعالى، وإزالة ما وقع في نفوسهم من توقع الخطر، صوت عظيم توقعوا عدو أو شيء، فقال لن تراعوا لن تراعوا، اهدأوا والأمر يسير. الثالثة أن في جوابه تصرف لطيف بصرف الرأي العام من صحة العبارة من قضية يعني يتوجسون منها إلى قضية أخرى ينشغلون فيها حتى يخف يعني ما في نفوسهم، فبدأ يتكلم عن فرس أبي طلحة، هذا الفرس البطيء المبطأ الذين يعرفون أنه دائما مسبوق، قال لا هذا بحر، هذا سريع، هذا يعني مداه واسع. وأيضا يعني فيه دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أن يعني الله أكرمه بإسراع هذا الفرس حتى انقلب حقيقة سريعا فأصبح بعدها لا يسبق. الخامس والأخير فيه غض الطرف والمساهلة في استعمال ممتلكات الآخرين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان له مقام عالي عندهم، لكن يعني نحن نريد نأخذ الأسوة أيضا منه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا كان في مجتمعه له أياد سابقة وله خير وإحسان، أو حتى لو لم يكن كذلك لكن ظرف النازلة يقتضي نوع من المساهلة، فكونه أخذ فرس جاره أو شيء يعني تيسر له من غير أن يستأذن، الظرف أكبر من أن يستأذن ويلتفت إلى مثل هذه القضايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر على فرس عري، وهذا أيضا من كمال فروسيته، يقولون لا يركب عن فرس ويستقر عليه وهو عري إلا فارس يعني متمكن من فروسيته. فالإنسان يحتاج أن يكون مستعد لمثل هذه. جميل. وهذا في القصة هذه فيها ملمح من ملامح شجاعته صلى الله عليه وسلم. كلامه صحيح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر كان أشجع الناس صلى الله عليه وآله وسلم، وهي يعني مهمة للقائد في هذه المواقف، الرعديد الجبان الخواف يخوف الناس من بعده. صحيح. ولا يصلح أن يقود الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنا أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، كما في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم من شجاعته في يوم حنين وأنه صلى الله عليه وسلم في يعني انهزام أصحابه برز في موضع
قد يكون يعني يتوقع الإنسان أن الأفضل هو الانزواء حتى تخف نعم حتى تخف الوطأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم برز لأصحابه حتى يفيئوا إليه، وصدح صلى الله عليه وسلم، وكان العباس أيضا معه، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي، فثبت النفوس ورجع إليه الناس واجتمع أمرهم حتى انكشف الخطر. النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف كان لا ينسى ربه، بل يفر إليه تضرعا ودعاء وتذللا، والتضرع هو المبالغة في الطلب وفي إظهار المسكنة، انتهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم، كما في غزوة بدر، وكما أيضا في حنين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستكمل الإعداد الدنيوي ويعد أصحابه ويضعهم في مصافهم ويأمرهم بالصبر، ثم يذهب إلى ربط حبال الأرض بحبال السماء. جميل جدا شيخ حسن، نحن نستمع إلى هذا الهدي، النفس تخشى حقيقة وتشتاق إلى هذا النبي الكريم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أتباعه. نستأذنكم شيخ حسن في فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى مع التقرير القصير هذا. بارك الله فيكم أيها الإخوة المشاهدون، ننتقل وإياكم إلى هذا التقرير القصير ثم نعود بإذن الله تعالى. به أقتدي به وبأخلاقي أقتدي. هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، لله درك يا شافعي، وكأنك تعيش معنا يومنا. تموج النوازل والكرب بالناس لتلون أيامهم بألوان ونكهات الحياة. يموت حبيب أو قريب ويفتقر ويجوع آخر، وهنا زلزال وهناك مجاعة وبينهما حروب ومصائب، يفرح هذا ويحزن ذاك وينتحر آخر، وتتلازم المصائب والمحن مع باقة من المنح والمغانم، تكتشف معادن الناس وتبرز القيم الإيجابية والمعاني السامية عند البعض، وتترجم الألفة والمودة بين آخرين، ويتفاوت الناس في قبوله وتفاعله مع البلاء، يشكر البعض ويحتسب، ويكتئب غيره وينتحب. لا، استرجع بالله سبحانه وتعالى أول حاجة، يعني وهو يعرف أن هذا شيء يعني مثل يقول قضاء وقدر، ويحاول أنه يعني أنه يصبر نفسه، أنه يقدر يتمارك نفسه، ويحاول حل المشكلة هذه يعني بطرق يعني إسلامية أو بطرق شرعية. يعني أولا يعني يفترض أنه دائما الشخص يوكل أمره إلى الله، هذا أول شيء. الشيء الثاني يحاول أنه يبدأ يتخذ بعض الإجراءات المعينة يعني لتفادي حجم الكارثة، الكارثة لابد من حصولها وهي ابتلاء من الله طبعا سبحانه وتعالى، ولذلك يجب أن يكون دائما هناك يعني الصبر والاحتساب الأجر عند الله، ومحاولة يعني وجود الحلول اللي تحاول أنه يعني من خلالها أنك تجد أجوب على هذه أرجع إلى الله سبحانه وتعالى. دائما الإنسان إذا حصلت له نازل أو هذا يسترجع إلى الله، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يصبر الصبر. فهذه صورة إيجابية تحمل بين طياتها مساعدة الناس وإغاثة الملهوف واللطف بالضعفة، وهناك صورة سلبية في قسوة وأنانية وتخل وجحود ونكران وبرود. إذا كانت لا سمح الله كارثة كوارث طبيعية، الرجوع لله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، والحمد لله الواحد يطلب ربه وإن شاء الله ما يصير لك الخير، أتمنى شيء، واللي إذا صار لا حول ولا قوة بعد، هذا شيء قدر. يجمع أهل الحل للذين يعني يفهمون في هذه الكارثة، ثم يوضع لها الحل من الناس العلماء والخبراء في هذا المجال، سواء اجتماعية أو اقتصادية أو كارثة أو نازلة من النوازل. لابد يعني دائما المجتمع هو الذي يستطيع أن يعني يحل هذه الكوارث والنوازل، سواء إذا كانت يعني كوارث كبيرة، فلا يستطيع إنسان لوحده أن يحل هذه الكارثة، لكن بقدر تفهم هذا المجتمع والعمل الاجتماعي دائما هو الذي يعني يحل هذه الكوارث بإذن الله. يعني فرد من مجتمع كامل إذا يتجب علي أني أبادر بحل مشكلة في مرة أقصر أبد. أحوال غريبة ومتنوعة تعكس مقدار وعي المجتمعات وثقافتها ونضجها وإيجابيتها، حتى رأينا الجمعيات الخيرية والمؤسسات العاملة في الكوارث والهيئات التطوعية الإغاثية والمنابر التوعوية الإعلامية
كلها ترجمة عملية لنداء الفطرة وروح الجماعة وقدرة الإنسان على التغلب على ظروفه وما يحل به من نوازل ومصائب. هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية. به وبأخلاقي يمتدي، به أقتدي. حياكم الله إخوتنا المشاهدين مرة أخرى، ونعود لاستكمال ما كنا بصدده في الحديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النوازل. شيخ حسن، نحن كنا قبل التقرير نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النوازل، وذكرت قصته لما أريع الناس في ليلة من ليالي عليه السلام فخرج وضرب لنا أروع الأمثلة، واستفدنا بعض الدروس من هذه القصة. نريد أن نستكمل الحديث في هذا السياق. أيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم في جميع شأنه الحقيقة، وإن كان في شأن النوازل يعني بصورة أجلى وأهم، أنه كان صلى الله عليه وسلم حازما، وكان صلى الله عليه وسلم لا يظهر ولا يكون منه تردد، ويعني عدم إظهار الحيرة للناس الذين معه، وهذا ظهر جليا في قصة غزوة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يقاتل المشركين في داخل المدينة حتى يتفرقوا على الشوارع، فيستطيع أهل المدينة أن يتغلبوا عليهم. أهل المدينة والشباب خصوصا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم كرهوا ذلك وقالوا: ما دخلوا علينا، كيف نتركهم يغزونا؟ ما دخلوا علينا في الجاهلية، كيف نتركهم يدخلون علينا في بيوتنا؟ كأن فيه نوع من الانتصار الخفيف الذي لا الانتصار للمشركين الخفيف في البداية، فرح المشركين حتى هذا كرهوه لهم، فرأوا أن يخرجوا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رأيهم. ثم بعد هذا بدأ لهم أنهم كأنهم يعني فعلوا خلاف ما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إلى أنفسهم ورجعوا إليه وقالوا: يا رسول الله، خلاص نقاتل في المدينة، الرأي رأيك. وهذا من كمال أدبهم عليهم رضوان الله عليهم. استعد عليه الصلاة والسلام. أيوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها قاعدة عامة وقال: ما كان لنبي إذا لبس لأمته واستعد للحرب يعني أن يضعها. فإذا المسألة خصوصا في أوقات المدلهمات لا يصلح للقائد البصير بعواقب الأمور أنه يفعل الشيء ثم يرجع ثم يفعل الشيء الآخر ويبقى يجرب بالناس، لا، إلزم طريقا واحدا، خصوصا إذا ما كان الطريق خطأ. طبعا الإصرار على الخطأ ليس هو المقصود، فإذا ما كان هذا الطريق خطأ فالزمه، فإن هذا أطيب وأقل مفسدة من التنقل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الأمور كان رفيقا بالناس، والرفق هو شأنه كله، هو كل حاله رفيق صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانت الناس في كرب وفي بلاء وفي نوع من التأثر العاطفي والنفسي، ما يحتاجون من يعسفهم بالعصا فوق ما هم فيه. نحن نقول حازم، لكن حازم الرفيق صلى الله عليه وسلم. يعني من رفقه بالعموم الحقيقة ليس في النوازل أنه كان يقول، ولا تعتبر هي نازلة عارضة لشخص معين، أنه يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني أخفف وأتساهل في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، هذا في البخاري. أيضا كان يحشد الناس، وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم، من كان منهم في عافية من أجل التضامن مع المكروبين، كما وقع القوم الذين جاءوا إليه مجتبين النمار من أهل مضر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام ونادى في الناس الصلاة جامعة، ثم خطب فيهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ديناره، من صاع بره، من صاع شعيره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فندبهم صلى الله عليه وسلم. يعني وهذه الحقيقة من خصال الكبار، أنه يتأثر بأحوال إخوانه المسلمين، صحيح، وأنه يعيش قضاياهم، في المسلمون أمة واحدة مهما فرقتهم البلدان والجنسيات، إلا أنهم أمة واحدة، دعواهم واحدة، دعواهم التوحيد، قلوبهم على بعضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب المؤمنين حتى اجتمع عنده كوم من طعام وكوم من ثياب صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجهه فرحا صلى الله عليه وسلم. أيضا كان يلبي الطلبات إذا ما كان في ذلك إثما أو لم يكن في ذلك ضرر، فيرفق بهم،
دخلت عليه أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها في فتح مكة وهو يغتسل، ثم صلى الله عليه وآله وسلم قام وصلى 8 ركعات، ثم اشتكت إليه أخاها عليا رضي الله عنه وأرضاه، تقول رضي الله عنها وأرضاها: زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فخلاص يا علي لا تقتل هذا الرجل لأنها أجارته. وربما العرب في ذلك الوقت قد يستعيبون أو يقول: كيف تجير المرأة؟ لا، المرأة محترمة ومقدرة بهذه الشريعة الكريمة. جميل شيخ. طيب من بث روح الطمأنينة في 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 مثل هذا الموقف، أيضا في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أشاع خبرا مهما ذكره للناس: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، حتى بسرعة يطمئن الناس. من أغلق بابه فهو آمن صلى الله عليه وآله. جميل شيخ. من ألقى السلاح فهو آمن. جميل. الحقيقة أن وقتنا أزف، لكن نريد أن الصحابة يعني عايشوا هذه الأحداث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بالنسبة لهم يعني حقيقة فرصة للتربية والتعلم منه صلى الله عليه وسلم. حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتنة عظيمة، وما حدث في ردة بعض القبائل، وكان للصديق رضي الله عنه موقف يسجله التاريخ، نريد أن نلقي الضوء على هذا في دقائق معنا. هذه نازلة، وإن كانت نازلة نستطيع أن نسميها علمية أو شرعية، لكنها نازلة. الناس في عافية في أبدانهم، لكن الدين في خطر وتهديد. ونحن نعلم أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان من أحلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهم رفقة، ومع ذلك لم يمنعه الأمر الشرعي، لم يمنعه رفقه من أن لما يتضح له أمر الله أن يكون فيه قويا صلبا رضي الله عنه، غير متردد، حتى يراجعه الصحابة ويراجعه عمر، فلما رأوا إصراره: فما هو إلا أن رأيت أبا بكر يعني قد شرح الله صدره لذلك فعلمت أنه الحق رضي الله عنه وأرضاه. فإذا لا تؤثر شخصياتهم، يعني عمر رضي الله عنه القوي الذي تهابه الشياطين كان يرى بعض المواقف فيرق لها ويبكي لما يرى يعني جائعا أو إنسانا محتاجا أو موقفا فيه خشية لله. لعلنا يعني نختم الحديث بصورة معاصرة، الحقيقة أنا أود أن ننبه عليها، وأنا هذا الذي أريد أن أقوله. بعض الناس إذا حدثت نازلة لما يقال لهم: ارجعوا إلى أهل العلم، إلى أهل الرأي، إلى أهل المشورة، بعضهم يتساءل لماذا قد لا يفقه أبعاد هذا الموضوع. والله يا أخي نحن ربما سياق الحديث يقول للناس: إذا احتيج إليكم فتصدروا في النوازل حتى تخففوا الكرب وترفعوا يعني عن الناس الضر، لكن كثرة أيضا الرؤوس مضرة. صحيح. وإذا أراد كل إنسان أن يعني يقول وأن يسمع قوله ولم يعني يضاع الناس بين هذا وهذا وذاك. صحيح. وتزاحمت الرؤوس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزاحمه أحد، وكانت الأمور تستقره. نعم. فإن كنت أنت يا عبد الله ممن ينقاد لك الناس ويسمعون فالحمد لله، وشارك يعني وقدهم، فإن لم يكن فشارك، لا تتقاعس وتجلس، افعل ما تستطيع ولا تبحث عن الزعامة، فوالله ليست بكرامة، هي مسؤولية. صحيح. تسأل عنها. يعني أنا ألاحظ مثلا من بعض إيجابية الناس لكنها إيجابية زائدة عن الحد وربما تبلغ مبلغ الضرر، مثلا عند إدخال الميت القبر كل يفتي، وكل واحد منهم يقول: افعل كذا، لا تفعل كذا، وترتفع الأصوات، وهذا الصحيح وهذا سنة وهذا غير سنة، وهم جهال. صحيح. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. قد يكون بينهم العالم مغلوب بارتفاع أصواتهم وهو ساكت. صحيح. فمثل هذه مجرد مثل يعني في أمور الفرح أو في أمور الحزن، ينبغي أن ينظر إلى الأمثل وإلى الأكفى وأن لا نتنازع مثل هذا الأمر، والتوجيه الرباني بالرد إلى أهل العلم وإلى أولي الأمر الذين يعرفون خبايا الأمور وأبعادها الحقيقية حتى يفصحوا، وإذا أفصح بالحقيقة انقطعت الشائعات، لكن إذا بقيت الأمور غير واضحة قد يبدأ الناس تتطول وتتكلم. فإذا أهل العلم أهل الخبرة، وأهل العلم من أولي الأمر. صحيح. كما يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاتباع الأمثل لهدي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وأن يدلنا إلى ما فيه رشادنا أنه لذلك القادر عليه. وأنا أشكرك حقيقة في ختام هذه الحلقة يا شيخ حسن، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته في موزين حسناتك، وأن ينفع الله عز وجل بها
المتكلمة والسامعة أيضا. اللهم آمين آمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها. اللهم آمين. شكر الله لكم أيها الإخوة المشاهدون حسن إنصاتكم واستماعكم ومتابعتكم. ها قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم به أقتدي. نأمل أن يجمعنا الله عز وجل وإياكم في لقاء قريب وقادم بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به وبأخلاقي يبتدي نبي الهدى أسوة المهتدي، خير المعلم والمرشد، به وبأخلاقه أقتدي، به وبأخلاقه أقتدي. لمرضات ربي وغرس يدي لكي يصل الناس قلب الندي، ليومي ومستقبلي وغدي، يومي ومستقبلي وغدي. به